عسلامة. عسلامة خويا الغالي، شاب من شباب تونس، واحنا اليوم موضوعنا على شباب تونس وعلى شارع التونسي. كيفاش ترى تصرفات الشاب التونسي اليوم في الشارع؟ اسكو تصرفات انت راضي عليها ولا غير راضي عليها؟ بكل صراحة الحقيقة نص 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 نص، معناها ضربت على المليون انت. النص الباهي، النص اللي يغزر له وانا به، اللي هو الشباب ما عندوش ما يعمل حتى حل اخر، فهمت؟ دونك اللي قاعد يصير توا في احنا في الشباب نتاعنا، اشترت لوم عليه واشترت اعذره، بين ما فماش خدمه، يدور للدراج، القاعده تحت الحيط. انت تو حكيت على الشطر الخايب، معناها حكيت نص نص كما قلت لك. احنا تو باش نقسموها اون دو، نص نص، نمشيو بكلامك. اعطيني النص الباهي شنو هو، ومن بعد نحكوا في النص الخايب. النص الباهي اللي مازلت عندنا دي جون تحب تسعى وتعمل برشا حاجات باهيه في البلاد، فهمت؟ وعنده طموح وعنده برشا حاجات، عنده قربش برشا، يعني مخ نظيف. صحيت مازال عندنا شباب مخ نظيف. والنص الخايب كما قلت لك، معناتها مازال عندنا شباب برشا تحت الحيط، وتزيد تسيب عنا الفساد. تشوف معناتها انتم اللي تصوروا في الشارع تعرفوا اكثر منا نورمالمون، وتشوفوا اكثر منا، فهمت؟ ما عندوش حتى حل، يعني يا ويلو يطمح باش يمشي لبعيد، يا ويلو باش يقعد تحت الحيط. يعني تقول انت جا في وضعيه لا نجم يقدم لا يوخر. اللبسه نتاع الشباب اليوم خاصه فئه البنات كي تشوفها في الشارع، شنو انت تقول عليهم كشاب تونسي معناها في الجينيراسيون تاعك؟ غراف على الاخر، سورتو انسان توا غراف غراف على الاخر. واحد من الناس، انا ولد البونليو، ما نمشيش ديما لوسط البلاد، مشيت مرتين ولا ثلاثه مخي وقف، خاطر شفت فئه نتاع بنات صغار طالونات لاي لاين في عينيها، شفايف، فهمت؟ يعني حاجه ما تشافش بنية صغيرة تراها في الوقت هذيك اللي نورمالمون راهي في دارهم، ولا ما عرفش انا تقرا ولا تحوس في تالون في فهمت؟ يعني جراف على الاخر. البنية هذه اللي نحكيو عليها، معناها سامحني سؤال هنا يطرح نفسه، وين ابوها، وين امها، وين خوها، وين عمها، وين خالها، وين خوها، وين مغيب اليوم لي بارون، الاهل مغيبين على الاخر. اي غايبين على الاخر. شنو هما هكاك والا تفرض عليهم الوضع، واما يعني بالحق شيء حير؟ مولاي قلتها شيء حير، معناتها انا السؤال هذا ما نجمش نجاوبك عليه، خاطر نشوف لي بارون الكل غايبين، بين في البنات الكبار وحتى في البنات الصغار، والديهم ماهوش موجودين، البو التونسي ماهوش موجود، والام التونسيه ماهيش موجود. وبعد تجي انت نقول انا كشاب تونسي مازلت جون، تعدى قدامي طفله باش نبزز عليه. بعد كي نقولوا التطور تاع حكايتنا، من بعد باش نوصلوا الحب وباش نمشي نقابل العيله، كيفاش نلقى العيله وانا شفت البنيه كيكه في الشارع، فهمت؟ يعني من سوريتو تعرف شخصيته. فوالا، من سوريتو تعرف شخصيته هذيك. انت توش بتاع الزواج، وحكينا على مشاكل الشباب التونسي وخاصه الامور الماديه التعبه وكذا، مازال اليوم الشباب يقبل على الزواج والا حتى اللي عنده فلوس؟ اسكو حسب اللي يشوف فيه اليوم من بنات تونس في الشارع يشجعوه باش ياخذ واحده منهم ولا لا؟ نقول لك الحقيقه، معناتها من الاخر انا ما خممش في العرس، اما عندي 17 صاحبه، فهمت؟ ما تخممش في العرس وعندك 17 صاحبه. 17 صاحبه، ما نخممش باش نعرس، نحسن روحي انا مع مراه في الدار كما قال الاخر لا نعرفها لا تعرف. تحسن روحك مع 17 من واحده لوحده ومن قهوه لقهوه. اي كي كميسي نقعد مرتاح انا كي 17 روح بالهم راس من نحاس، مش من نحاس يا ودي، حب لنا راس المنيوم موجود الراس من نحاس، وما تاخذوش واحده برك خويا. في 17 هذوما ثماش موزة واحدة هكا انت حتى فيتور افينور. اي موجود. على شيء بالذات من 17 شنو اللي فيها مختلف على 16 الاخرين؟ ممكن عندها الباكو. صحيت وبتك انا ديريكت. صحيت هي اللي مهنيه روحها شوي عليهم، مهنيه روحها عندها الباكو، مهنيه روحها عليهم. الاخرين منتفين منتفين، اشتروا منتفين وكلها طامعه في زحفه اللبلبي. قال لي حسش اليوم الطفله تحب تعرس، ماذا بيا يحب واحد لاباس عليه، والطفل يحب يعرس يحب واحده لاباس عليها، ويقعدوا كلها راميين الصناره ويستنوا في المس. ذيك حال تونس تو، ما انت اللي يقعد في كواير قروح وحده، ماذا بيه شكون يجي يهزه من مغادي، معناتها وبش يهزه بالجو بالدنيا مالا الشمال بمحمد. لو كان انت عندك برشا فلوس وعندك دار وعندك كهرباء وعندك مشروع وامورك الماديه مريقله، تخمم في العرس ولا
اموري مريقله. لا ما خممش في العرس. تو انا عندي عرسك اموري مريقله، قلت سي بون ما تخممش في العرس. فلوس اموري واضحه، خمم في العرس نكسر راسي علاش؟ يعني تقول انت عندك برشا فلوس تعيش حياتك بالطول وبالعرض، تقسم معايا ورثي اللي تعبت عليه. وين ماشي وش بيك جيت توا وينك وك اللغه هذيك الكل يظل تي في تي علاش نهزها تحوس معايا ونعملوا اللي تحب، كي نخت الباب الدار هي تروح وانا نروح. تصور عندك خطيبه تحبها وتموت عليها وانت ماشي في الشارع بار زريت واحد يبزنس فيها، شنو تصرفك؟ وهي معايا ولا ماشي معايا؟ لا لا هي متعدي وحدها واحد يبزنس مكبش فيها ويبزنس فيها وهي مطفيته، لكن هو باقي يتبولد ويرمي في الكلام وانت تمشي بالصدفه وراها، لا هي في بالها ولا هو في باله، ايش تعمل؟ انا كولد حومه شعبيه نضرب ديريكت. ما تضربش كابيسان؟ نضرب ديريكت. ديريكت 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 تمنيك على حرمتي شنو باش نعمل معناتها كأي راجل معناتها. تقول انت شعرة النبي وهذه ليه كيكا ما فدلكش معناتها، نمشي ونضرب ديريكت ما دام هو مكبش يحب على الضرب. نقلبوا الآية، أنت متعدي تبولد على واحدة وخطيبة بالصدفة يمشي وراك، ترضى تضرب ديريكت؟ نرضى نضرب ديريكت وعنده الحق، أما الرجع ضربتي بالوقت معناتها ما نعديش. معناها اللي بليبو أنك عطيته الحق أما باش ترجع. معناها الحق عنده الحق. معناها هو مسكين يتبولدوا له على خطيبته وزيد ياكل ضربة. هو ضرب قبل. هو. هو اللي بدا الأول تو أنا سمعته. ما عليك راهو هذا عملناه كفدلك، لكن راهو واقع موجود. رسالتك لشباب تونس باش نختموا ويا للجينيراسيون تاعك هكا. الجينيراسيون تاعي يا خويا ننصحهم العرس ليه؟ تعرسوش الاولاد، لموا برشا فلوس، سافر سافر اطلع في طياره وبرا اخويا، خذها قوريه كما قال الاخر، اما ما تلبسيش خاتم زيد حتى القوريه بجد تاخو قوريه وتخلي بنت بلادك ماستر احكي تاخوها على البابي وكا صحيت على البابي وعبي الفليجه يكذب عليك وارجع ناخذ واحده من عبي الفليجه وابني بابارتومون لنا وبرا كمل حياتك يا خويا مشكور وميرسي عايشك يعطيك الصحه.